مرحبا تلاميذ الصف الأول، شلونكم؟ شو أخباركم؟ درسنا لهذا اليوم هو مكمل للدرس السابق. درسكم السابق الفراش بديع، أخذنا حرف الإش إذا تذكروا، هو أخو الإس بس عليه ثلاث نقاط. هذا مثل ما تلاحظون هذا أشكال الحرف، إش أولية، إش وسطية، إش آخرية. وهذا قلنا أولية يجي بداية الكلمة، وسطية يجي بوسط الكلمة، وآخرية يجي آخر الكلمة. احنا أخذنا هذا الحروف في الدرس السابق، اليوم نأخذ بس الحروف الأولية والوسطية لحرف الإش. مثل ما تلاحظ هذا باللون الأحمر، إش إش. نقرأ الدرس. شامل شرطي المرور، شامل شرطي نشيط. هذا الرجل تلاحظه بالصورة، باو على زين، هذا شرطي المرور اسمه شامل. شنو شغل شرطي المرور؟ ينظم، يقف في الشارع ينظم العبور الناس وعبور السيارات. دائما احنا نشوفه بالشارع واقف وينظم السير وينظم عبور التلاميذ والناس اللي تريد تعبر الشارع. يقف في الشارع مع طلوع الشمس، يساعد الناس على عبور الشارع. هذا قصة الدرس عرفناها، نجي نقرأ الدرس بالطريقة المقطعية. شاملون شو أرطي شرطي المرور، المرور شامل شرطي المرور. هنا عندنا همزة وصل، عندنا همزة وصل تربط الكلمة الأولى بالكلمة الثانية، فإحنا نربطهم بالأثناء القراءة. شامل شو أرطي شرطي نشيط. يقف في الشارع الشارعي، يقف في الشارع. هنا عندنا همزة وصل، وهنا عدنا ما ألفظها ليش؟ لأن اجت تشدة قبلها، هاي شمسية ما تلفظ، هاي ما تلفظ. مع ماء مع طي، هنا عدنا تأضم طو لو عي طلوعي طو لو عي طلوع الشمس، الشمسي الشمسي. هنا أنا هذا الهمزة توصل من نقراها، وكذلك من نقراها فنقول ش الش. هنا أنا الإش متكررة مرتين لأن عليها شدة. مع طلوع الشمس يساعد الناس، يساعد الناس. هنا كذلك ما تنقرأ الأن شمسية. يساعد الناس على عبوري، هنا عبور الشارع، عبور الشارع. هنا عندنا همزة وصل وهنا الأل ما ألفظها. أجي أقرأ دفعة واحدة بدون تهجي. شامل شرطي المرور، شامل شرطي نشيط، يقف في الشارع مع طلوع الشمس، يساعد الناس على عبور الشارع. هنا هذا قراءة الدرس. هنا عندنا تقطيع الكلمات، تقطيع الكلمات، نلاحظ الحرفنا الجديد باللون الأحمر. عندنا شاملون
هاي الكلمة كم مقطع؟ ثلاثة مقاطع. شاميلون شاميلون. شو أرطي شرطي. شو شو إيش ضم شو أرطي يو شرطي. عندنا هنا إذا تنوين قول شرطي شرطي. هنا اللي كررناها مرتين لأن عليها شدة. نشيطن نشيطن. عندنا كم مقطع نشيطن؟ نشيطن ثلاثة مقاطع. نشيطن نشيطن. الشارعي الشارعي. هنا المال فضتها هنا الاش تكررت مرتين لان اكو شدة. الشا اش الشارعي 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 الشارعي. كم مقطع الشارع؟ ثلاثة مقاطع وحرف. عندنا كلمة الشمسي 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 الشمسي. كم مقطع الشمسي؟ مقطعين وحرفين. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى نال إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.